استفاد. شوف يا وزير الصحة، شوف يا وزير الصحة، يا صحة صلاح الدين، شوف اللي دا يصير بغرف العزل. عبادة جماعية جاي تموتون الناس، طاعوا علينا. زين شوف هاي المرة مختنقة، ساعدية. شوف احنا المرافقين والمرضى يحطوا لها الاكسجين. شوف هاي ايده فانوله باوع الدم، والبنينه واقعه عليها، وما حد جاي يجعلها جاي من المستشفى، وماكو واحد حجي. احد جاك دكتور شي معاون طبيب مضمد، الله يغضب على روسهم ان شاء الله. يلا هسه راح اشوفكم. هاي مره يحطوا لها هذا مرافق. شوف ابني طب بغرف العزل ويخلي للمرضى، وهم يطبون لابسين 16 بدله وكمامه ومتخوفين. وهاك شوف احنا زين، بدل لها بابا، بدل لها اكسجين، بدل لها. شوف هاي الغرف، اسمع لو نظل الصيح هل من مجيب؟ ماكو. هاي ردهات العزل مستشفى البلد. شوفوا يا صحة صلاح الدين، شوفوا زين، شوفوا. السلام عليكم عمي. اكو معاون طبيب؟ اكو واحد يجيكم؟ اكو دكتور؟ اكو دكتور عمي؟ شوفوا يا ناس هاي المرضى هجمنا المستشفى، نريد ان واحد يجي. هاي مرة مختنقة حطيها واقعت، صورتها عمي، صورتها، خليني باكر والله لا افضحهم فضيحة. والله هاك شوف، اف احد يقول لكم اكو معاون طبيب؟ اكو بشر. شوف يا وزارة الصحة زين، شوف اف احد يقول لكم اكو بشر؟ قاطع كامل، قاطع العزل. ما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هاي المرة اللي حكينا عليها البارحة بالليل، هاي توفت يوم 28/6 الصبح، توفت. هاي قلنا راح تتوفى البارحة تناشيد، وماكو من مجيب. تفضل يا خلية الأزمة، تفضلوا يا السادة وزارة الصحة. إنا لله وإنا إليه راجعون.